السكالين ماسل انا ماشي لاترال سايد. خلي بالك عشان تجيب السكالين هي ماسكه في الترانسفيرس بروسيسرز اوف سيرفايكال فيرتيبرا، مسؤوله عن السايد بند. يعني لو جيت قلت له مثلا انا حطيت ايديا اهو، المفروض دلوقتي انا عندي السكالين بس عايز اتاكد انا عندها ولا لا، اقول له لو سمحت زق ايديا كانك بتعمل ايه سايد بند، زق ايديا جامد. الكونتراكشن الكونتراكتد دي يبقى دي سكالين، سيب كده تمام جدا. انا كده عندي السكالين، بس انهي سكالين؟ انتيريور ولا ميدل ولا بوستيريور؟ ما هي ثلاثة بارتس. خلي بالك ما انا متصور عشان ايه مش موجودة الحاجات دي في اي حتة. هتلاقيها هنا بس. حصري. طيب. انتيريور يعني مش عند الاسترنوكليدو، لا ورا الاسترنوكليدو. بتمشي عندها من فوق لتحت. في توت باند اهو. انا لقيت توت باند تحت ايدي. اقوم ماسك بالثمب بتاعي ممكن اعمل بيربنديكولر. دي قلم ولا حاجة؟ هنزل تحت شوية كمان. فيها. وبلاقي ليتنت تريجر بوينت. هل مسمعها في حتة؟ عندك انت. زيادة فين؟ نفس المكان. نفس المكان. يبقى دي ليتنت تريجر بوينت. طب ارجع تاني ميدل. وراها على طول. امشي. لقيت حته برضو اهي ناشفه توت باند اهو. اقوم ضاغط عليه كده في حاجه. ايوه طب تحتها زياده. يبقى دي ساعات قلت لك امبارح تريجر بوينتس ساعات تبقى مجموعات جنب بعضها. مجموعات تريجر بوينتس جنب بعضها. يبقى تبدا بالزايده ولا القليله؟ تبدا بالزايده طبعا. ليه بقى؟ لان التريجر بوينت العاليه ما قلت لك في نوع اسمه ساتلايت. التريجر بوينت العاليه بتعمل تريجر بوينت صغيره جنبها. لو العاليه دي خفت تقوم اللي حواليها اللي هو الضعيف ده يبدا يخف هو كمان ويختفي. امبارح واحده زميلتكم جات لي بعد المحاضره وعملنا لها تريجر بوينتس. كان في منطقه هنا في السرفايكال في الاسكالين عندها والاسترنو كده مستويل كانت حاجه هايبر جدا ومسمعه معاها في الانتر سكابولر ايرن. يعني ما شاء الله يعني. النتائج كانت ممتازه. التريتمنت ده هتاخدوه ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي. ان شاء الله. طيب انا كده عملت الاسكالين. روح بستيريو بارت. ماشي على بستيريو بارت لقيت برضه حته اهي. اهي ادي نقطه. وادي نقطه كمان. لا مفيش حاجه هنا. في حاجه هنا؟ وصل سبازم عادي. لا مفيش حاجه هنا. كده انا جبت الاسكالين ناحيه واحده. اعمل ناحيه واحده اسسمنت؟ لا. ليه؟ ساعات تلاقي في ناحيه ليتنت وناحيه الثانيه اكتف. الاسكالين تعمل ايه؟ ميبي لوكيتد انتيريور ميدل او بوستيريور سكالين. ريفير بين سبريد انتيريور تو ذا شيست اوفر بيكتورال ريجن. يعني الاسكالين تسمع في البيكتورال ريجن تو ذا انتيريور شولدر. هتشوف دلوقتي حاجات تريجر بوينتس ليها نفس التسميع. يعني مثلا ايه؟ خلينا ننزل كده تلاقي البكتوراليز مثلا. البكتوراليز ما بين الكونفكس والكونكيف انزل تحت حوالي 5 سم. هتلاقي ممكن تلاقي تريجر بوينت في البكتوراليز دي. البكتوراليز تريجر بوينت تسمع في البكتوراليز كلها والانر ارم. طب ما زيها زي الاسكالين. هتاكد هل دي اسكالين ولا بكتوراليز؟ اعمل اسسمنت للاسكالين والبكتوراليز. ممكن يكونوا الاثنين. يكون في فعلا تريجر بوينت هنا وتريجر بوينت هنا. فلازم نعالج الاثنين. طيب انا كده جبت الاسكالين. ترابيزيوس. ابر فايبرز اوف ترابيزيوس. ترابيزيوس عندي لو رحت من عند ال خلينا نقول ماستويد بروسس. ماستويد بروسس. ورجعنا ورا شويه سب اوكسيبيتال. سب اوكسيبيتال اهو. هنزل لاترال. انا كده عندي ترابيزيس ولا لا؟ اروح حته ثانيه. انا كده عندي ترابيزيس. تمشي من الماستويد وساعات يمشوا من
الاكسترنال اكسوريتال بروتيوبرنس من ورا النقطه دي وينزلوا لاترالي وينزل ايه على الابر فايبرز اوف ترابيزيس. همشي بقى الابر فايبرز اوف ترابيزيس مش شايف حاجه ماشي ايه بالفلات بامبيشن مفيش حاجه لسه لغايه دلوقتي مفيش حاجه كويس. ايه ده ايه ده استنى استنى كده ده انا لقيت توت باند اهو اهو هم عامل عليه بيربنديكولار بالثم في الم طيب كده في حاجه تعالى كده حط صبعك مكان صبعك بالظبط انت ناشفه دي ولا مش ناشفه يا متعلمين يا بتوع المدارس تعالى شوف حط الثم مكان بس خلاص خلاص اصل هتختفي سيبها ما تعالجوش احنا عايزينها زي ما هي بدواعي تعليميه مش عايزين نعالجه دلوقتي. طيب لا الاكتيف ايه اللي تسمع؟ نعم الاكتيف ايه اللي تسمع؟ بتسمع بعيد او ممكن تسمع قريب على حسب. طيب لو انا ضغطت عليه تسمع فين عندك؟ في اي تسميع ولا حاجه؟ هي اصلا راحت من الضغط راحت. طب هطلع بره شويه كده في حاجه؟ جيب السوبر سباينيتس بقى وقف كده انا عندي هجيب السوبر سباينيتس عندي السباين اوف ذا سكابولا اجيبه من الاكرينون من قصدي من الاكروميوم اجيبه من الاكروميوم وادخل ميديالي انا كده ماشي على السباين ولا لا دايركتلي اباف ذا سباين السوبر سباينيتس دايركتلي بلو ذا سباين هيز ذا ايه سوبر سباينيتس نزل لي لو سمحت السهم كده ماشي تمام تمام حلو حلو ادي السوبر سباينيتس فوق السباين على طول نقطتين نقطة هنا ونقطة جنبها هنا مفيش حاجة فوقيها هنا في حاجة الأول جنبها هنا هي دي نقطتين طلعنا لقينا واحده الحمد لله كده لقينا واحده اهي ومعاها توت باند على فكره بس قصير شويه تسمع فين تسمع بوستيرور بارت اوف ذا ترابيزيوس وتسمع بوستيرور بارت اوف ذا ارم وخصوصا او الميدل بارت اوف ذا ارم مع البوستيرور بارت وخصوصا الدلتويد بارت يعني لو الدلتويد مسمعه يبقى دي سوبرا سباينيتس تريجر بوينت دي من الدلتويد تريجر بوينت دي تسمع في الدلتويد فعلا طيب وساعات تنزل لاترال ارم كمان وجزء من الفور ارم لاترالي زي ما الصوره قدامكم انزل بالسهم لو سمحت تمام بس الانفرا سباينيتس عندنا السباين اهو صح ولا لا بتاع السكابولا نجيب تاني السباين اهو دي السباين وده سكابولا افرد ظهرك لو سمحت عشان نلاقي السكابولا ايوه كده ادي السباين تحته الانفرا سباينيتس صح الانفرا سباينيتس لها ثلاث نقط نقطه جوه ونقطه لبره ونقطه تحت امبارح زميلكم لقينا نقطه عنده هنا هنا في حاجه الحمد لله هنا في حاجه الحمد لله هنا في حاجه لا مفيش حاجه زميلكم امبارح بنضغط له هنا سمعت قدام الانفراسباينيتس تسمع في الانتيريور بارت اوف ذا شولدر اريا شولدر اريا يا جماعه شولدر اريا اند داون وورد انترو لاترال يعني ايه انترو لاترال يعني كده لا هي لاترال ولا انتيريور انترو لاترال يبقى انتيريور شولدر اريا وداون وورد انترولاترال اسبيكت اوف ذا ارم فور ارم فينجرز انترولاترال بس ده ريبريزنت نيرف روت معين لا ملوش دعوه بالنيرف روت خالص نيرف روت لها ريبريزنتيشن ثاني خالص مش بس انا
البكتوراليز نزل لغايه الصوره بكتوراليز ميجر زي ما وريتها لف لو صح ماشي خلينا الاول نزل نزل خالص التيرز ميجر اند ماين بس هات الصوره التيرز ماينر احنا جبنا ايه الانفراس باينيتس صح انزل تحت عند الايه الانفيرور انجل اوف ذا سكابولا التيرز ماينر فين فوق فوق شويه اوبليك لاترالي اهي دي التيرز ماينر اوبليك اهو مسافه قد ايه دي حوالي 10 سم تطلع لاترال اوبليك سوبيريور لي يعني اوبليك ادي التريجر بوينت بتاع التيرز ماينر التريجر بوينت بتاع التيرز ماينر دي تسمى بوستيريور شولدر وتسمى بوستير جزء من البوستيريور ار بس اساسيه بوستيريور شولدر لو في حاجه عندك قول طبعا اقارن الناحيتين احسن لازم اقارن لو في حاجه هنا بتلاقيه بيلعب تحتك التوت باند كده فيه لقينا التريجر بوينت بتاعت التريز ماين نعم انا هديله مكافاه كبيره انا هديله 10 درجات النهارده الاساينمنت بتاعه خلص كده تمام دي التريز ماينور بتاعتنا طيب انا عايز اجيب البايسبس براكياي والبكتورالز لف لصق لو نزلت بالكلافيكل عند الكيف سايد والكيف سايد انزل 5 ل 10 سم من 5 ل 10 سم دي كده تريجر بوينت بتاعتنا حتى التوت باند انا حاسه اهو في الم هنا دي تريجر بوينت اعملها عندك الله يخليك ادي كلافيكل عندك ما انا مش هقولها كل الناس عشان كلافيكل عندك ايه وتنزل من 5 ل 10 سم انا عندي موجود انزل 5 ل 10 سم مع ريزيستنس يلا هات لي كده اتني دراعك لا ده كده اتني دراعك كمان اتني دراعك يا ابني اعمل فليكشن فليكشن ايه جبت التندون بتاعها بس جبت التندون نعم عليكم السلام استكنا كده ايه التندون اطلع فوق بايسبس اهي بص ما بين البايسبس والتندون في ماسكولو تندينيس ايه جانكشن رايح ايدك بقى ريلاكس اهو ما اعمل بنش او بنسر بيبقى فيه نقطتين ساعات وفي ناس عندها نقطتين نقطة هنا ونقطة هنا ادي البايسبس طبعا هو ما عندوش حاجة الحمد لله الدنيا كويسة انت اعملها لنفسك هو البايسبس قدامك اهي مصر بيني اهي انزل تحت اهي واعمل بنسر بالبيشن واضغط عليه اخنقها شوية لو لقيت نقطتين او نقطة ما لقيتش خلاص مش لازم تلاقي النقطة على توب باند واضح. لا ده انت لقيت نقطة بتوجعني. أو يعني لقيت نقطة بتوجعني. يبقى غالبا دي تريجر بوينت. طيب. البايسبس براكياي تسمى في الانتيرو بارت اوف ذا كيوبيتال اريا والانتيرو الانتيرو بارت اوف ذا ارم على البايسبس نفسها. طيب. ساعات حته بقى ليك انت حته ليك انت ساعات طب يا ترى ده سؤال هنا ده بايسبس تريجر بوينت ولا بايسبس تندنايتس ولا تريجر بوينت نتيجه للبايسبس تندنايتس عامل لك زي عادل امام قول انت بقى مش انت الحكومه صح ولا ايه؟ في تيست في تيست مش هعمله دلوقتي بيثبت ان ده تندنايتس ولا لا وبيبان يعني في تيست بنعمله اذا كان ده تندنايتس ولا لا والبين ده بسبب التندنايتس ولا لا مش هقوله لك دلوقتي ولكن انت ليك انت تعرف ان هو بطلع التريجر بوينت ازاي بس كده طب بريكوراديالس عايز اطلع التريجر بوينت اوف ترايسبس مش بايسبس بقى مين بيصور قومنا عشان نجيب الترايسبس الترايسبس عندي في اللونج هيد واللاترال هيد والميدل هيد
صح ولا لا؟ اللون جد اللي هي فين؟ افرد دراعك لورا كده اكستند 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 يور ارم. لا لا هو مفروض لا مش ابدكت اكستند ادي اللونج هيد عشان اللونج هيد بتساعد في الايه؟ في الاكستنشن وفي ذا ار. ادي اللونج هيد ده سيب خلاص سيب. هي اصلا تلاقيها بارزه كده وطويله كده. طيب وهمشي عليها بقى يا اما امشي فلات يا اما امشي ايه؟ بنسلز. لا الحمد لله ما عندوش حاجه. طيب عايز اجيب خلي بالك اللونج هيد تريجر بوينت ودين ذا لونج هيد ريفير بين ابورد طب وستيريور اريا اوف ذا شولدر. الله مش التيريز ماينور هي اللي بتجيب البوستيريور شولدر؟ الاثنين ممكن الاثنين ممكن واحده منهم هي اللي مسمعه بس لو خلي بالك الريفير بين معناها ايه؟ يعني انا لو ضغطت على النقطه دي تسمع في البوستيريور شولدر بس اجي اضرب البوستيريور شولدر ان شاء الله يا رب بالشبشب مفيش حاجه مفيش الم فيه هنا بس بيسمع من هنا المصدر هنا بس جيت رفعت ايدي وجيت حطيت ايدي هنا يقول لي مفيش وجع هنا ولا حاجه ده ريفيرد من النقطه اللي فيها القلب اللي هي مصدر القلب لو عالجت النقطه مفيش قلب. بعض الناس كتير وبجي لك بعض الناس او يعني ناس كتير بجي لك يقول لك انا عندي سياتيكا عرق نسا يعني والسياتيكا اللي عنده مش سياتيكا البايريفورمز مصر هنقولها المره الجايه في اللور ليم البايريفورمز مصر فيها تريجر بوينت فك التريجر بوينت تلاقي سياتيكا راحت ايه ده ليه يعني السياتيك بيعدي تحت ايه بايريفورمز مصر سياتيكا راديكولار يعني جزء في اللمبر مضغوط نيرف روت لا مفيش الكلام ده من التريجر بوينت اللي موجوده على البايريفورمز مصر بيحصل لها باثولوجي بيبقى اسمها بايروفورمز سندروم. الناس اللي بيبقى عندها الم من الوقت ده من الاخر بعد كده مع الوقت ومع كل نفس الشغل ده بيسمع ده تريجر بوينت كده ولا تريجر بوينت؟ ايه اللي اثبت انه راديتنج او مش او مش او من التريجر بوينت؟ لو جيت ضغطت على النقطه وسمعت يبقى ده تريجر بوينت. جيت عملت تيست معين كده عندي في سنه رابعه ان شاء الله عشان اثبت بيها اذا كان ده نيرف روت كومبريشن ولقيته بوزيتيف يبقى ده نيرف روت كومبريشن. طب هل سؤال هنا صغير معلش ليك انت هل مع النيرف روت كومبريشن المصل بتبقى هيلثي يعني النيرف روت مضغوط عليه يا ترى يعني البين اللي مسمع في دراعه ده يا ترى المصل بتبقى كويسه حلوه كده يعني صاحيه وفايقه ولا البين مغطي على الفانكشن بتاعتها؟ البين مغطي. طب المصل الان هيلث دي مش ممكن يديفلوب فيها تريجر بوينت؟ ممكن بس الاساس كان ايه؟ نيرف روت زي التندنايتس كده التندنايتس عمل تريجر بوينت او مفيش تندنايتس واحد طول عمره عمال شغال ايه؟ ببادي بيلت وعمال يعمل باي 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 وتراي باي وتراي اتكون عنده وبدا يحمل تحميل جامد اول فتره اللي فاتت من غير ما ياخد مثلا حاجات مقويات او حاجات يقول عليها الشحات مبروك بيقول المنشطات مش كده؟ طيب تلاقي حصل دراعه وجعه البايسبس وجعته جدا وتيجي تحط ايديك على البايسبس لها يعني حصل لها سبازم بس في نقط فايرنج ومسمعه في الانتير بارت اوف ذا شولدر الانتير بارت اوف ذا كيوبيتال اريا يبقى كده ده بايسبس تريجر بوينتس. سؤال؟ بيبقى ريتيكولار ان هو بيجي يضغط النيرف روت يعني ده تريجر بوينت دازنت ريبريزنت سيرتن نيرف يعني انت مثلا مثال يعني النيرف روت بتاع سي 5 لو مضغوط عند السي 5 يسمع لاترال ارم. طب انت شفت دلوقتي حاجه لاترال ارم بس؟ لا ده انت بتلاقي انترولاترال. ايه الانترولاترال قلنا؟ ها؟ انترو الانتيرور ولا لاترال؟ دي بتاعت انهي مصر الانترولاترال دي؟ ها؟ انترولاترال دكتورالز دكتورالز انترولاترال
انتيرو شولدر وانترو لاتر. طيب تريجر بوينت لاترال هيد ريفير بين تو ذا بوستير بارت اوف ذا ارم. لاترال هيد اهي اقفل دراعك لو سمحت اكستند. لا تاني اكستند اد ريزيستنس اكستند ادي اللاترال هيد اسف دي الميدل هيد. لاترال هيد بره هنا دي اللاترال هيد. اللاترال هيد تريجر بوينت بتاعتها تسمع في البوستيرور ارم. بوستيرور ارم كانت اللونج هيد فين؟ بوستيرور شولدر. طب الميدل هيد تسمع فين؟ او ميديال هيد. بروجكتد تو لاترال ايبيكوندايل اند تو ذا اولوكرينوم بروسيس. مش بيحصل انسرشن في الاولوكرينوم بروسيس. الميديال هيد شورت ولا لونج؟ شورت شورت. فتلاقيها اقرب للايه؟ لللاترال كوندايل والاولوكرينوم. دي الميديال هيد جوه هنا اهي. طبعا ما تدخلش جوه قوي انت كده داخل على ايه؟ على الهيومرس بس. لا ما بين الهيومرس افرد دراعك اد ريزيستنس اول ما يحصل كونتراكشن دي الميديال هيد. امشي عليها بقى هي بتسمع لاترال كوندايل والاولوكرينوم مش ميديال كوندايل. لاترال كوندايل والاولوكرينوم. طيب البريك رادياليس لو سمحت ايدك هتعملها تفردها كده. البريك رادياليس قدامك اهي ما راحتش اي حته ولا راحت يمين ولا شمال قدامك اهي. انا بعملها بنسر بالبيشن بلاقي ممكن الاقي نقطه بس كده ممكن الاقي نقطه عليها بس عايز بنسر بالبيشن بمسكها اعصرها مش هنزل منها مصر الصغيره يعني ولا حاجه بس بلاقي ايه ناشفه في منطقه ناشفه في يقول لي اه بتوجع هنا توجع هنا. طب لحظه كده واعمل بالبنديكولار بالبيشن عليها يقول لي اه النقطه دي ريح كده ايدك لو سمحت رخيها استرخى جبتها انا بقى جبت النقطه بتاعت ايه البريكو رادياليس. ما البريكو رادياليس هي على السيف البريكو رادياليس هنا ده كبيره جدا. طيب ايوه يا ريت حسيت البريكو رادياليس بتسمع في الانتيريور فور ارم. في الانتيريور فور ارم والريست لغايه البيز اوف ذا ثامب. سوباينيتور سوباينيتور جنبها بريكيو رادياليس. لو سمحت اعمل لحظه كده هتعمل بعد اذنك طبعا ناحيه الاكستن الدورسال مش ناحيه البالمر الدورسال. اعمل سوباينيشن لو سمحت اعمل سوباينيشن لو سمحت. ادي السوباينيت تاني اعمل ايدك كده برونيت اهي اعمل سوباينيشن. ادي السوباينيتور اهي يا جماعه خلي ايدك بقى زي ما هي برونيت خلاص جبتها خلاص انا جبتها ريح ايدك. ادي السوباينيتور لاترالي تو ده ايه بريكيو رادياليس لاترالي. تعمل ايه عايز تظهر المصل في البلبيشن والكلام ده ليك بتوع سنه رابعه ما عرفوهوش في سنه تانية عرفوه السنه دي يعني انت هتسبق سنه رابعه بسنتين ضوئيتين. اعمل ريزيستنس للحركه بتاعه المصل هتلاقيها ظهرت تحت ايدك فصصها براحتك. انا كنت بعمل ايه في الترايسبس ريزيستنس اجيب لونج هيد في الاكستنشن بتاع الشولدر ميديال هيد لاترال هيد في الاكستنشن بتاع الالبو. اكيد اللاترال هيد مش هتبقى ميديال صح ولا ايه؟ اكيد الميديال هيد مش هتبقى لاتر مش هتقلب يعني مش مرايه. طيب ادي عندي السوباينيتور معلش يا دكتور انا بعمل ريزيستنس عشان اطلع المصل عشان تطلع المصل تعمل بالبيشن للمصل. جبت السوباينيتور امشي عليه مفيش حاجه الحمد لله الدنيا تمام. لو لقيت توت باند اقوم واخده بقى معايا وماشي بايه بالثمب بيربنديكولار بالبيشن لغايه لما اجيب التريجر بوينت. انا ما عنديش حاجه في السوباينيتور الدنيا كويسه. دورسل دورسل ابر 1/3 اوف ذا فور ارم اهو انا كده عند الابر 1/3 اقول له اعمل لو سمحت راديال ديفيشن وذ اكستنشن. راديال ديفيشن وذ اكستنشن اعمل راديال ديفيشن الاول وذ اكستنشن. انا كده جبت البريفس اهي ف
فعلا عنده. ريح ايدك كده لو سمحت عشان اتاكد. لازم يبقى ريلاكسد عشان اتاكد في تريجر بوينت ولا لا. ما تعملش اسسمنت اثناء الكونتراكشن بتاع الماسل. لازم الماسل انت بتظهر الماسل بالكونتراكشن وتقول له ريح وتبدا تمشي انت على الماسل تشوف فيها تريجر بوينت ولا لا. كده في حاجه؟ نعم. يبقى مفيش حاجه خلاص. ظهرت اثناء الكونتراكشن ده لا ما. ده ماسل سترين سبازم ملوش دعوه. فتيج تريجر بوينت تظهر اكتر اثناء الريلاكسيشن. صحيح هي بتاثر على الماسل كونتراكشن بس ما بتعملش بين اثناء الماسل كونتراكشن بس بتخلي الماسل كونتراكشن ويك. ركز معايا الله يخليك في السكشن ده. السكشن ده ما اتقالش قبل كده صدقوني اتقال هنا بس في سنه ثانيه 2021 لاول مره اكسكلوسيف. مش هقول الكلمه العربي بقى عشان في ناس تضحك عليها. اكسكلوسيف حصري حصري عشان حط ايدك ورا ورا عند ما بين الاولوكرينون واللاترال ايبيكوندايل في الميدل بارت. في الميدل بارت اول جزء من الفور ار. يلا اعمل اكستنشن. اكستنشن مش فليكشن. خلاص ده الكوميوسس. لازم تعمل ريزيستنس للديجيتس في الاكستنشن. ظهرت هي على فكره قصيره جدا مش طويله يعني بتوصل بس التندم بتاعتها طويله بتوصل لغايه الديجيتس بتاعتنا. تاني اهو فليكسد. اعمل يلا اكستند الفينجرز اهي يا جماعه. اكستند الفينجرز هيتني. خلي بالك هيتني الريست شويه عشان اعزل الاكستنسور بتوع الريست. بعمل عزل الاكستنسورز ان انت كانك في تيست في تيست اند ميجرمنت سكشن تيست اند ميجرمنت. طب انا معلش هي دي دي بريكر ديل وراها ادي لا ريح ريح ادي خلينا هنا ماشي خلينا هنا معلش هتعمل ايه؟ لا استنى بس اعمل اكستنشن للفينجرز للفينجرز مش للريست. ديجيت ديجيت للفينجرز ريح تاني شويه التماسك اعمل اكستنشن ده اعمل اعمل ريزيستنس كده يلا اعمل اكستنشن. طب ما انت امسكهم عشان اعمل امسكهم كده. تنسر اكستنسور ديجيتورم كومينيوسس. انا دلوقتي بعمل سلايد فليكشن في الريست ليه؟ عشان اعزل بقيه الاكستنسور. والديجيتس بديها ايه؟ ريزيستنس تو ذا اكستنشن. وايديا اون ذا بوستيريور بارت اوف ذا فور ارم. يلا اكستنس خلاص ظهرت الاكستنسور ديجيتورم بروفيس كومنيوسس خلاص ظهرت. طيب ايه اللي خليني اعمل كده؟ انا بعزل. طيب التريجر بوينت ممكن يظهر في انهي حاله؟ في بعض الحالات زي اللاترال ايبيكوندايلايتس او التنس البو التهاب في الكومن اكستنسور اوريجن نتيجه تعرف التنس الناس تلعب تنس من كتر الحركه بتاعتها التندن عمال يعمل فريكشن في ايه؟ فريكشن فين؟ في اللاترال ايبيكوندايل فيحصل انفلاميشن. الانفلاميشن ده يسمع ويعمل تريجر بوينتس في الاكستنسورز كلها. طب انهي اكستنسور احدد بقى عن طريق البالبيشن انا عملته دلوقتي؟ كومن بريكوراديالس اكستنسور كاربي ريديالس اكستنسور ديجيتورم كومينيوسز. بعد كده في ايه؟ اكستنسور كاربي النارس. ايه بقى الكاربي النارس تعملها ازاي؟ انر ديفيجن الاول بعد كده اكستنشن. يلا بقى هطلع طبعا موست لاترال يعني دورس ولاترال على الدورسال سايد اهو بس انا ايه على اللاترال سايد برضو. اعمل انر ديفيجن اعمل انر ديفيجن وانر ديفيجن ازاي؟ طيب واكستنشن دي الاكستنسور كارباي انيرس. هي اصلا اكستنسور كارباي انيرس والديالس تبقى واضحه جدا مش محتاجه كلام. انت ما بتعمل ارنر ديفيشن واكستنشن خلاص انت جبتها اهي وبتنزل عليها لان هي كبيره اكستنسور كارباي النابس بتوصل للكاربال بول ماسكاه.
بتساعد في الاكستنشن اوف ذا ريست ولا لا؟ ايوه. وبتساعد في ايه كمان؟ في الانر ديفيشن مع ايه؟ مع الفليكسور كارباي اللارس، صح ولا لا؟ ما هما الاثنين لما يشتغلوا مع بعض يعملوا ايه؟ الانر ديفيشن، بس بيور انر ديفيشن. عامل زي ايه؟ معلش دخلنا في الميكانيكس، اسمح لي معلش. عامل زي ايه؟ انا ماسك زميلك اهو وانت تعالى جنبه كده، وبعدين انا ضغطه وهو وانت ضغط بكتفك كده، وزميلك عايز يروح يمين وشمال بس هو الاتجاه واحد، امشي بقى قدام. ما يقدرش يروح يمين او شمال لان احنا ضغطين عليه ولا لا؟ بالفليكشن والاكستنشن. يبقى اتجاهه فليكشن لغى الاكستنشن والاكستنشن لغى الفليكشن، بقى ايه؟ الارنر ديفيشن. يسمع الفليكسور كارباي النارس، تسمع في الانر سايد اوف ذا باك اوف ذا ريست. انر سايد ذا باك اوف ذا ريست. برونيتور تيرز عظمه. برونيتور تيرز اللي جايه دي انا بحب برونيتور تيرز مش عارف ليه بس بحبها. برونيتور تيرز ليها تو هيتس ماشي، ما بين التو هيتس مقص كده تو هيتس ماشي، ما بينهم الميديان نيرف بيقولوا عليه انتيرو انتروسيس ولا مش الانتيرو انتروسيس؟ حد درس الكورس بتاع الميديان نيرف ولا لا؟ لسه؟ طيب ده الميديان نيرف، انتيرو انتروسيس بقى. الانتيرو الميديان نيرف بيمر من، انت عندك برونيتور تيريز، بص كده حط ايدك كده على الميديال كوندايل وانزل اوبليك، والله انت كده عند البرونيتور. عايز اثبت لك اعمل برونيشن، بس طبعا لازم يبقى القلبه فليكسد. يلا اعمل برونيشن. لا برونيشن بقى، برونيشن ازاي؟ يلا خلاص ظهرت حاجه عظمه تحت ايدك. طب مش بنعرفها لما نعمل عايز برونيشن. مش البرونيتور تيرس يا دكتور بتبقى ساعات مش قاعده؟ انا ما عنديش كده، انا الحته دي هنا مش طالعه التندون بتاعها. انتوا بتدرسوا تايم سلكشن كده بالبرونيشن. يلا كل واحد يمسك زميله ويعمل عليه يا اولاد. لا المصل كونتراكشن ظهر طيب يلا فليكسور كارباي ريديالس ولا انرس؟ انرس. نجيب الانرس الاول. طيب هيعمل انر ديفيشن ده ظهرت على طول مو فليكشن. خلاص اهي خلاص. بص اقول لك على حاجه، لو انت عملت انر ديفيشن وحطيت ايدك على الدورسال سايد يبقى انت كده يعني ايه؟ سنسور كارباي ريديالس. لو حطيتها على البولار سايد يبقى انت على ايه؟ هتجيب فليكسور كارباي انرس. عايز تاكد الموضوع اكتر ادي فليكشن يبقى ظهرت معاك على مع النر. يبقى ابدا بالنر ديفيشن وفليكشن خلاص. عمر ما النر الالنارس تبقى في اللاترال سايد، عمر ما الالنارس تبقى في الميدل سايد، صح ولا لا؟ ميديال سايد وسبلايد بايه؟ النرف سبلاي بتاعها ايه؟ النر نرف اللي هو ماشي ميديال برضه. خلاص الدنيا واقعه منكم في الاناتومي وده مش كويس عشان مش. طيب يسمع فين الموضوع دوت؟ وفليكشن تاني، راديال ديفيشن فليكشن تاني، راديال ديفيشن فليكشن تاني. طيب هتبقى كروس جايه كروس، خلي بالك بتعدي طريق مش بتعمل راديال ديفيشن، يبقى بتخطف تاخد الراديوس تعمل اسف الكربل بون وتعملها راديال ديفيشن وتعمل فليكشن، يبقى ماسكه في الايه؟ في الكوهن فليكسور اوريجن، يبقى كروس اهي اهي. لو مشيت على اللاين بتاعها ريح ايدك كده بعمل فلات بالبيشن، ولو لقيت حاجه لو التوت باند لقيت توت باند اقوم ايه ماشي عليه. مفيش حاجه المفروض بتلاقي لو عنده تريجر بوينت، وبتلاقيها امتى التريجر بوينت؟
في حالة مشهورة جدا اسمها جولفرز إلبو او ميديال إبيكوندايلايتس. الكومن فليكسور اوريجين بيحصل له التهاب. الالتهاب ده ما بقاش مكانه بيعمل ريفير بين في الايه في الفليكسورز نفسهم. يجي يعمل ريزيستنس الفليكسور يحس بالم في الميديال إبيكوندايل. عشان ايه؟ لما بيعمل ريزيستنس الفليكسورز التندن عمال يعمل فريكشن فين؟ في الميديال إبيكوندايل وهو اصلا ملتهب. يحصل ليه جولفرز إلبو؟ عشان بيشغل ايه في الجولفر؟ فليكشن برونيشن مع الفليكشن كمان فليكشن. طيب برمارس لونجس هات لي التندون بتاع برمارس لونجس. ما عندكش. تلت الناس ما عندهاش برمارس لونجس. الناحيه الثانيه ولا الناحيه الثانيه؟ هات لي واحد عنده اهو. ادي البرمارس لونجس اهي. هيعمل ايه؟ انا ما عنديش في الناحيه الشمال. هيعمل فليكشن ريست مع فليكشن ام سي بي واكستنشن اي بي انتر فرنجل جوي. اصل دي بالمارس امشي عليها ريح. خلي بالك البالمارس لونجس متغطيه بالفليكسور ديجيتورم بروفاندس وسوبرفيشياليس تحتهم. فانت ال البالبيشن بتاعك في البرمارس لونجس يبقى ديب شويه. دوس جامد عشان تقدر تجيب ايه التريجر بوينت بتاعتها. وبرده تبقى صعبه لانها ديب. برمارس لونجس انت شايف قدامك خط وماشي. تيجي تدور على بقيه المصل بيلي مش لاقي لانها تحت ايه؟ البروفاندس والسوبرفيشال.